يا هلا أصدقائي، اليوم حابب أضيف لكم موقع جديد من المواقع اللي بتحبوها والمخصصة للتعامل مع ملفات البي دي اف. كثير مواقع اللي حكينا عنها بتتعامل مع ملفات البي دي اف، وبصراحة كل موقع جديد يعتبر إضافة. الموقع اليوم يسمى سمول بي دي اف. سمول بي دي اف يعني بصراحة ما راح تتغلب بعد هذا الموقع والمواقع السابقة بالتعامل مع ملفات البي دي اف. بكل بساطة عندك مجموعة من التولز، إذا بدك تتعرف على التولز كلها تعال على كلمة تولز هون وشوف يا سيدي. As a categories مصنفات لـ convert and compress، عندك compress PDF، PDF converter، PDF scanner، split and merge للـ PDF كmerge و split، view and edit، edit PDF، PDF reader، number page، delete PDF page، rotate، convert لـ word، convert لـ excel ولـ PPT ولـ JPG. حلو، عندك convert word to PDF، excel to PDF اللي هي العكس، والPPT لـ PDF والجي بي جي لبي دي اف. وفي عندك يا سيدي بعض العمليات اللي ممكن تسويها زي الاي ساين الكترونيك سيجنتشر والانلوك والبروتكت لملف البي دي اف. والله عجبني هذا الموقع وفيه تولز حلوه. بدايه لما تفوت عليه بتلاقي بس هدول موجودات اللي هم تحويل لوورد وكومبريس وميرج سبليت واي ساين والايديت اللي هم يعني ريسنتلي او اكثر الناس بيستخدموها كتير. لا انت تعال على التولز هون يا سيدي وشوف كل الامكانيات اللي ممكن تعملها على ملف البي دي اف. ملف البي دي اف خليني اوريك مثلا بروتكت بي دي اف. خلينا نشوف بروتكت بي دي اف. خليني اجيب الفايل عندي مثلا ديسكتوب. في عندك يا سيدي هاي مثلا اعمل لك عليها باسورد ولو انكريبت بي دي اف سيف. الآن يا سيد العزيز جهز انه يتنزل. خلينا انزله يا سيدي على الدوكيومنت نقول له سيف وستارت. طبعا في عندك فترة الترايل. هنشوف بالله نجي هون عندي على الدوكيومنت ونشوف الملف تبعنا هيو. شايف بيطلب منك باسورد دخلته او عشان اعمل لوك لملف البي دي اف لملف البي دي اف. حقيقة اكثر من رائع، اكثر من رائع هذا الموقع اللي اسمه سمول بي دي اف وحبيت اشارككم اياه. تحياتي لكم جميعا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة.